من ساحة التحرير بوسط بغداد إلى العراق ككل هي الثورة، ومن خيمة في تلك الساحة إلى جميع العراقيين إذاعة الثورة. حجب الجلاد وزبانيته الإنترنت والاتصالات، فاعتلى المتظاهرون الأثير لإيصال صوتهم. الهدف من تأسيس هذه الإذاعة هو صوت المتظاهرين إلى أبعد مكان بالعالم، لأن تعرفوا الإذاعة داخل التحرير، هواي من المتظاهرين يجون هنا يصورون الشغلات الأخبار ينشرونها عبر التواصل الاجتماعي. بجهود ذاتية ووقت قصير وإمكانيات بسيطة، افتتح المتظاهرون إذاعة صوت التحرير لنقل صوتهم ورسم صورتهم الحقيقية أمام محاولات الحكومة بآلاتها الإعلامية الضخمة تشويه تلك الصورة بأخبار ملفقة عن الدعم الخارجي والعنف وغيرها. واللي قائمين على هاي الإذاعة هم مجموعة من الشباب كلهم متطوعين، الأجهزة مال إذاعة كلها إيجار، ماكو أي تموين من أي جهة كانت، ماكو تموين لهاي الإذاعة. عزيمة المتظاهرين وإصرارهم جعلهم يسلكون كل السبل لإيصال صوتهم ونشر الوعي، وليس هناك معركة أهم من معركة الوعي في مثل هذه الظروف، فكان حجر الزاوية بعملها. طبعاً إذاعة صوت التحرير إذاعة شبابية انطلقت بكادر شبابي وبدعم ذاتي مستقل، أهدافها هي واضحة، أهدافها توعوية للمتظاهرين، حثهم على شغلات الإيجابية، عندنا نشرات، عندنا مواجيز، عندنا برامج. تتضمن إذاعة صوت التحرير عدة برامج إخبارية وطبية واجتماعية وفنية تنقل للعالم مشهداً لمتظاهرين عزل لا يريدون سوى وطن يقابلون بالحديد والنار. هواي عندنا حملات توعوية، عندنا كلمات تلقيها دكاترة عن الوقاية والعلاج من الغاز أو غيرها، وعندنا يعني بعد كثير من الفقرات عندنا برامج شعرية، عندنا برامج فنية، باقي نحن حتى نشوف للعالم ونرسم للعالم انه احنا ناس سلميين، احنا ناس مع الحياة، احنا شباب بدون اي توجهات، بدون اي شيء، توجهنا حاليا الوطن بس. الدافع المعنوي احد اهم عوامل انتصار الثورات، لذا يحرص القائمون على الإذاعة على إيصاله للمتظاهرين من أجل ترسيخ الهوية الوطنية والتأكيد على أهداف الثورة واستقلاليتها. قدامنا انه من خلال هاي الاذاعه نقدم فد، خلينا نقول فد روح حلوه، صوت حلوه. المتظاهر دائما يحتاج الى دعم، كان دائما صوت الشعراء والاغاني الوطنيه وغيرها في جميع الازمان، في جميع الثورات، هو دافع معنوي وواحد مهم، عامل مهم جدا من عوامل الثوره. بلون العراقي وصوت العراق تصدح الحناجر وتضج الساحات، وها هو الصوت قد ملأ الأثير رغم صخب السلطة وجلبتها. تقول التجارب إن جيلا كهذا لن يهزمه التهديد ولا التسويف ولا حتى الرصاص وقنابل الغاز.